قلت لك ماكو شيء اليوم مدرب أول مرة يستلم ونصبر على المدرب، لا، المدرب قلت لك يجب أن تظهر بصمته، يجب أن تظهر. وفعلا أنا أشاهد بصمة غازي واضحة، تضيف اللاعبين، حتى أدواته بالشوط الثاني اللي فعلها بصراحة كانت مميزة، أعطت ثقة وأعطت ثقل للفريق بمشاركة محمود خليل، مشاركة محمد مزهر في وسط الملعب. لذلك أنا أعتبر المباراة للأداء اللي أداء القرمة ليست مفاجئة بصراحة. الفوز فوز عناصر أم فوز قراءة مدرب؟ لأن أنت ذكرت يعني كابتن شوف غازي للأمانة. أي. حتى ننصف أحمد صلاح، أحمد صلاح ربما ما بين الشوطين جازف مجازفة كبيرة، أخرج لاعبين وأشر